السلام عليكم، this is your boy بيجي رياكشن. جانا لكم يا جماعه دي دين كانون 16 هبط لنا تيتر واش دايم كليب اوفيسيال. تيتر ما عندوش اكثر من 6 سوايع الاولاد. ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا، نفهموا العمليه بالكدي بالكدي. ما نكتبش عليكم، ما عندي حتى فكره اسكو باش يحكي على فلسطين ولا مش باش يحكي على فلسطين. نتمنوا انه يحكي على فلسطين، هذا ما يمنعش الوليد هكا ولا هكا باش نعملوا رياكسيون تاعنا ونخدموا على رواحنا وما نحرمكمش. مش جديد، نعرفوكم ديما تستنوا فيه، وبقدره ربي مازلنا نستنوا في الجديد اللي اهم نتصوروا بالنسبه للناس الكل، انه فلسطين تتحرر. مازلنا نستنوا في القاده والزعماء العرب انهم يقفوا ويتحدوا. مازلنا نستنوا صاحبي فهمتني ولا الرد البيدي اظلم فهمتني ولا فهمت كيفاش يا جماعه البيدي اظلم بالرسمي ساعه برجوليه. دونك لازمنا نفضوها ونفضوها باي طريق، يعني من الاخر كاو يزي صاحبي. عملوا ما عملوا في اخواتنا الفلسطينيين وبرجوليه ما جات شيء. انا مش نقعدوا نتفرجوا ديما واحد حس روحه مقصر، حس روحه مهما يعمل ومهما يحكي ديما مازال مقصر. خاطرنا نتمناو كان جينا بعض اخواتنا الفلسطينيين، نتمناو كان جينا اصلا نجمو نمشيو للحدود نتاعهم ونعبروا الحدود ونعاونوهم كما قلت لكم. وديما باش نقعد نقول لكم الاولاد، هذه اكثر حاجه نفتخر بها في التوانسة، انهم بالرسمي دمهم فلسطين. مكثريه العرب كيف كيف، وبيان سور نحكي على الشعوب نحكي على العباد فهمت كيفاش. والمكثريه فما كل فتائل كيف ما نقولوا احنا، كل بكتيريا ذوك ما اللي شجعوا في اسرائيل. واحد ما نكذبش عليكم ما نستعرفش بيهم انا كايها الناس تو سامبلومون. اما هذا ما يمنعش الاولاد، الامه العربيه ما زالت ساكته. الامه العربيه عندها نفوذ، عندها نفوذ مالي، عندها نفوذ باللي تحب انت، عسكري اللي تحب انت. الارقام اللي قاعدين تسمعوا فيهم والكل خايفه من امريكا وخايفه من امريكا، نعاودها لكم، راه ما فماش خوف من حاجه اسمها امريكا، خاطر امريكا هي اللي خايفه. هذه العباد لازمها تفهم، هذه العباد اللي لازمها تفهم امريكا راهي خايفه خاطر ما تجم تعمل شيء حرفيا. قاعده كان تهدد وتتكلم، اما اذا حصلت اتحطت في امر الواقع في حرب ما بين ايران ما بين حزب الله متاع لبنان والا ما بين العرب مع بعضهم. امريكا وروسيا راهم مش يتحشروا ومش يصير لهم حتى شيء. واصلا السيناريو نعرفوه انه امريكا وقتها تجبد روحها والسلام عليكم وعندكم الحق واحنا مع فلسطين. وتعرفوهم في قلب الميديا قديش تك تك ملي كانوا اخبارهم يسبوا في فلسطين، فجاه تلقاو الناس كل تشكو في فلسطين واحنا فقنا مخر وديزولي ويطلبوا السماح من شعبهم ومن شعوب العالم، والعالم ينسى كالعاده والريبيلوت مره اخرى في بلاد عربيه اخرى ولا افريقيه. دونك الاولاد فاهمين السيناريو، جيتوا مع جيل ياسر فايق، جيتوا مع عباد فاهم العمليه وفاهم الفوضى فهمتني ولا. جيل تمنيكوا عليه برشا، ما هذا ما يمنعش صاحبي، مانيش نحكي على روحي انا، نحكي حتى على اللي اصغر مني ونحكي حتى على اللي اكبر مني فهمتني ولا. باش يتعبوكم صاحبي، وبقدرة ربي فلسطين محرره وفري فلسطين. ديزولي الاولاد كان طولت عليكم المقدمه، مانيش متاسف، خاطر لازمك تسمع الكلام هذا ولازمك تبارتاجي الكلام هذا. كان لازمك تكليبي الكلام هذا وتهبطوا في تيك توك ولا في انستغرام ولا في اي بلاصه. قلت لكم من قبل عندكم الفيفور باش تهبطوا باسمي، ما يقلقنيش، جست حط اسم الشين ولا اسم الانستغرام. اما هذا ما يمنعش الاولاد، انا بيدي قاعد نقوم بواجبي اني نقص ونهبط في البلايص الكل، خاطر لازمني نعمل اكثر من هكا ومعمل عليكم في الحاجه هذه. سو ماكس سبورت ماكس بارتاج، لا حاجتي لا فيو لا حاجتي لا بوز، حاجتي باش صوتي يوصل باش يبربش عباد اخرين يعملوا في الدومين بتاعي ولا اكثر مني ولا اقل مني ويزيدوا يتبرشوا. ايه هذاك تكلمش بني انا ما نتكلمش، يتو نتكلم كي يتكلم هو، نتكلم انا يتكلم هيك يتكلم هيك، فهمت فهمت. دونك في خبروا نرجع الموضوع انا الاولاد دي دين كانون 16 واش دايم كليب اوفيسيال. ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى مع بعضنا، نفهموا العمليه بركدي بركدي بركدي. يلا الاولاد يلا. حاسه مكرز، انا حاسه مكرز.
وين جات القنطرة هذي؟ نعرف كان قنطرة زرزون أو قنطرة الرصاص. أنا في حياتي موجودين في بنزرت في البرك. قول لي وش دايم غير ملكوت خالق الكون في شي وقايم تعيشها معدوم صاحب الافريق تفش الركايب فن المتقون هم المسجون تاغي والتايب الله يرحم لي غايب الله يرحم لي غايب صاحبي وماشيين ماشيين في طريق صحيح صح قول لي وين غايس الحشوة كي تجيك الضربة تصحيك تقريك عفايس الحشوة كي تجيك الضربة والله نسيت من غايس الحشوة كي تجيك الضربة تصحيك تقريك عفايس الضربة تصحيك وتقريك عفايس تقريك فازيت تقريك مواضيع لازمك تعود تقرارها ومحسابهم فاكت الولاد هذيك هي هذيك هي صحيحة 1000% هكاك لازمك تعيش وهكاك باش تعيش يعني انت ترى في روحك تويك بيرفكت ومش قاعد تعدى بمشاكل ومش قاعد كذا راه جايتك المشاكل من حيث لا تدري اما المشاكل والكفوف والغدرة والخيانة والشيء هيك الكل راه باش يعلمك وش يعلمك تتفادى الحاجات هيك وما عادش تكسر راسك برشا وما عادش تتحط في البياج هذاك ما عاد يدين كانون في الموضوع هذا برجولي الولاد دي تاع بوليتيك تصلحي لك شكون دلتو اللي بايس دي كل شي فيك جايز كل شي فيك جايز باد بيتش صاروا مغبوركم صاويني ضرب بدي عكسة هات لعنة الجاسة غير في القلو القال عسة زهري مغبوركم ساكن رهديني في قلسة خليك نزيد دوزة وعلى بالي ما ننسى خليني كي نزيد دوزة وعلى بالي ما ننسى يا صاحبي او كوضح لك هو نعود نوضح لك انا الشيخ راي تزيد ذكرك في الهم اللي كنت قاسي فيه ما تنسيكش من الاول تنسيك زيد تعمق فيها تتفهم كل شيء انسى خليك نزيد دوزة وعلى بالي ما ننسى حسوا في صوقي هدوك اللي سالوا فينا حبونا في طحة يشوفونا في الحباس ستأتي الرياح بما تشتهي سفينة تايه وداي خسلم جي بي اس في العطايا عندك باركور ميدالية هادو يحبوا تشقاف في العنصرية يعز في كيتوري في لحمك السنفولية مسي ترام كينج شيراز العنبية بالورقة لقينا الفردة والداسة كيف فاس الخيوط اللي تصيبها في الماسة في بلاد الحاكم اللي انك الحاكم تهدر تتخلخل وتشبع محاكم عين حمر تهدر تتخلخل صاحبي تهدر شنو تتخلخل للأسف الشديد ومش يحكي على الجزائر ولا مروك ولا مصر ولا ليبيا ولا تونس ولا يحكي عليهم الكل خاطر كلهم كيف كيف هو يحكي على بلاده صحيح اما كلهم كيف كيف راب نواطر ما فيها بسواطر احنا عرضنا حياة لي سمسي للخاطر جينا ندو كلش الماضي والحاضر شحال معدو في الزنقة دمو يتقاطر راهج قلبي بسموم ظلمت وكنت انا اللي مظلوم حلت اللي بحكام ومحكوم خابطو مازالي مغموم مازالي مغموم مازالي مغموم مازالي مغموم خابطو مازالي مغموم دي كانون الولاد عنده طريقة انه يمشي لك لكل وذن ويفكها فكان عنده طريقة كلي تعجب على الاخر وياسر بروفيسيونيل فهمت كيفاش خاطر ديما تحسوا ديما فما فيلينغز في التيتروات نتاعو في التراكات نتاعو في اللغة نتاعو ديما فما فيلينغز ديما فما احاسيس دونك يلعب لك على احاسيس انسان اللي قاعد يسمع فهمتني ولا اوتوماتيكمون باش تزيد تركز مع الكلام زيد الصوت نتاعو من قبل ديما نقولها ما يخيب الجملة ينجم يتحكم في الفلو ينجم يتحكم في صوته ينجم يبدل حتى صوته يلعب البيتات يلعب صاحبي من الاخر يلعب برجولي مسلم مغموم خابطو مسلم مغموم روحي طايره في الكون دار قباب من الصحراء للنجوم سما اللي حدد لي بشي يوم روحي طايره في الكون طارق باب الصحراء للنجوم روحي طايره في الكون طارق لا نسيت مره روحي طايره في الكون طارق باب من الصحراء للنجوم طارق باب من الصحراء للنجوم الولاد وقفت فيك فاس طارق خطر عندي شكون يقرب لي اسمه طارق دونك فهمت تذكرت طارق وين وعندي برشا كلمته فهمت فازا كيفاش سينو الولاد روحي طايره في الكون طارق باب الصحراء للنجوم ديب على الاخر الولاد مانيش باش نفسرها مش حكايه تفسيرها ما حكايه كيفاش ركبت مع بعضها تحسوا كلام موش لوجيك هكا ولا تحسوا موش لوجيك اما فرض الوقت تحسوا في بلاصتو فهمت الفازة كيفاش يعني باش تفهم راهو يلعب لك على الاحساس يلعب لك على الفيلينغز راهو حتى اللغه نتاعو راهي مش ديما باش تكون لوجيك اما ديما باش تحس بها باش تتخيلها كيف ما انت تحب تتخيلها هو يعطيك الشوا يعطيك بار وانت تتخيلوا كيف ما تحب تتخيلوا هذه هي البروفيسيوناليزم اللي نحكي عليها
تسمى اللي حدد لي بشي يوم قيوم سالم زاري ماشي مشي أم ماشي مش أم قوم سا ماشي مش أم ماشي مش أم قوم سا ماشي مش أم No love أحبا بالساك No love No love قلب بلاك بلاك No love قلب بلاك بلاك No love يا برو يا برو No love كان حويسي واك No love No love أحبا بالساك No love No love قلب بلاك بلاك No love No love كان حويسي واك No love اخي قال نو لوف كان نحوي سيواك ولا وذنايا الولاد نو لوف كان نحوي سيواك نو لوف قال نو لوف كان نحوي سيواك وي طلع عندي الحق الولاد انه الوفاء نو لوف قلب بلاك بلاك نو لوف نو لوف كان نحوي سيواك نو لوف قول لي وش دايم غير ملكوت خالق الكل في شي وقايم تعيشها معدوم صاحبي لافريك تفشي الركايب صاحبي لافريك تفشي الركايب رغم اللي نورمال مو تنفخهم ركايب نورمال مو احنا الولاد مريقلين عايشين فهمتني ولا جو نفس في حفلات ومناقصنا شيء وعاملين الاكتفاء الذاتي ونحكي في بلدان افريقيا الكل اللي ما نعرفش قداش بالضبط اما بلدان افريقيا الكل اما للاسف الشديد ما عندناش افريقيا احنا افريقيا ماهيش متاعنا احنا جوست من افريقيا اما افريقيا راهي ماهيش متاعنا الولاد فن المتقون هم المسجون داغي وتايب الله يرحم لي غايب قول لي وين غايس الحشوة كي تجيك تربى تصحيك تقريك عفايس دي تاع بوليتيك تصلحي لديك شكون دلتو اللي بايس دي كل شي فيك جايز دي كل شي فيك جايز باد بيتش صانوهم قبولكم ساوني ضرب بجي اكسا ادلع عمل جزا غير فلق الولق على عسا صاري مقبوركم ساكن راحتيني في قلسا خليك نزيد دوصا وعلى بالي ما ننسى وعلى بالي ما ننسى وش دايم دايم شي يا برو ما دايم شي يا برو ما دايم شي يا برو برجو لي الولاد ما دايم شي وعلى كلمة وش دايم الوليد باش ننطرق الى موضوع اخر انه للاسف الشديد توقعت من ديدين كانون 16 باش يحكي على فلسطين للاسف الشديد اني توقعت انه ديدين كانون 16 باش يحكي على فلسطين مانيش الوليد باش نتلكش مانيش باش نمشي في العباد ماني باش نسب حتى البشر فهمتني ولا تعرفوني ما عنديش مع اللغه هذيك باش نعمل ملاحظة صغيرة وانتقاد بصفة الخدمة اللي أنا نخدم فيها ما نعرفش عليه نحكي بالعربية الفصحى أما مش مشكل فهمت كيفاش ديدين كانون يا برو ديدين كانون يا وخي ما تجيش ما تحكيش على فلسطين برجولي من الاخر ما تجيش ما تحكيش على فلسطين صح. من الاخر طب التيتر كانوا حد شي ما وصاير كليب اوفيسيل مصور عمل عليه وقت خادمه كاتب عامل كل شيء تحب تفسر لي ديدين كانون 16 ما نجمش يكتب موضوع على فلسطين ماهيش حكايتك هيك حكايه الموضوع اللي ديما انا نحكي فيه انه رابوريت راهم كبروا برشا ما شاء الله ربي يزيدهم بيان سور اما وصلوا لمرحله معينه انه يخافوا على الريسك نتاع خدمتهم نتاع مستقبلهم نتاع مصدر عايشهم مصدر رزقهم نجموا نتفاهموا الحاجه هذه اما مش في موضوع كيما هكا الاولاد مش في موضوع كيما هكا في موضوع كيما هكا قلت لكم من الاول راني ما نتفاهمش فهمت كيفاش خاطر فما عبيد اكثر واكبر وريسكيت وماهوش ريسك كي انت تعمل حاجه هيك ونيتك انك البلاتفورم نتاعك الفان بيز نتاعك تحكي وتوصل صوتك وتوصل صوت فلسطين اللي عبيدها كل يوم قاعده تموت حرفيا فهمتني ولا باش يعملوا غاره بريه عليها حرفيا باش اللي بقاو ما ماتوش من الصويرخ يفرقعوهم لين يخرجوهم من غزة وفجأة فلسطين ما عادش فما فلسطين ولات الكل إسرائيل وهيك على فكرة علاش الولاد مصر راهي ما تحبش تحل الحدود برشا عبيد ماشيين في مصر ومصر مسقطها مصر ماهيش مسقطها مصر تعمل اللي غزة ولات غزة يحبوا عليه إنها ما تحلش الحدود خاطر إذا حصلت حالة الحدود والعبيد نتاع غزة الكل اللي قاتلين الغديكة مشيوا طول المصر وبعديك تفرقوا راهم بشبوم بش يصير اوتوماتيكمو ما عادش فما حاجة اسمها فلسطين ما عادش فما حاجة اسمها جنسية فلسطينية ما عادش فما حاجة اسمه بيت القدس الحرام ما عادش فما حد شيء
مسجد القدس ما عادش موجود. فهمت فاش نحكي والولاد لهنا؟ فهمت فاش نحكي؟ وراي الولاد ماهيش حرب ملحيد، ماهيش حرب ملحيد جملة، راي اسرائيل تستنى في هذا الكل. فهمت كيفاش؟ سينو الولاد كي ما حكيش دي دين كانون على فلسطين، هاني حكيت انا على الاقل، ما فما حتى مشكل، ما فما حتى مشكل. هو ما حكيش انا نقوم بواجب، انا عملت رياكسيون باش يتفرجوا فيا، بيان سور مش باش يتفرجوا فيا 195 كا في 6 سوايع، وربي يزيدوا مره اخرى الاولاد وراو اول لوف اول ريسبكت جو في الحفلات. جوست حاجه برك ما عجبنيش فيها، ملاحظه وانتقاد بروفيسيونيل، يبرو كرك حكيت على فلسطين، خاطر هذاك واجبك كقضيه الاولى في مخاخ وقلوب العرب. واش دايم انت وحدك؟ قلت واش دايم؟ واش دايم يا برو؟ الفلوس والكاريير والشهره مش دايمه يا برو. فهمت كيفاش؟ ربي كي يرزقك ويحلها في وجهك بالكدا، اعرف راه باش يجي نهار وباش تعرف اللي ربي يعمل لك الكل جوست الكوز باهيه. جاتك القضيه الباهيه نتاعك، جاتك قضيه مش باهيه، قضيه انك لازمك تستغل كيف ما نقولوا البوان فور نتاعك، كانك انسان معروف، كانك انسان توصل صوتك والناس تسمعك اوتوماتيكمون من غير حتى ما تكسر راسك برشا. فهمت كيفاش؟ كان استغليت البلاتفورم نتاعك، راي دارت، راي دارت بالقدي، راي عبيد زادت تشجعت اكثر واكثر. للاسف الشديد ما صارش اللي تمنيناه. هذا ما يمنعش ولاد هكا نكونوا كملنا رياكسيون دي دي كانون 16 واش دايم. كيس حال ولاد شباب الولاد، نحكيو موسيقى فهمتني ولا نحكيو لغه، نحكيو بيت كالعاده. كما قلت لكم دي دي كانون يخدم على الفيلينغز اكثر اكثر واكثر، يركز مع العباد شنو حاسه وهو شنو حاسس وشنو عاش، ويخليك تتاثر بالموضوع هذاك وتتخيله كيف ما انت تحب تتخيله. حاجه مزيانه ولاد، حاجه شبابه كالعاده. دي دي كانون 16 ما يخيبش وعمره ما باش يخيب، خاطر السيد خدام فهمتني ولا وما يفادلكش. للاسف الشديد ما حكيش على فلسطين، للاسف الشديد مكثريه الرابريت، مكثريه العباد المعروفه، مكثريه اللي عندهم انفلونس على العباد وعندهم بلاتفورمات ينجموا يستغلوهم، قاعدين يتبربشوا. دونك علاش لي نتمنوا انه دي دين كانون يمكن سبحان الله يتفرج في الرياكسيون، يمكن سبحان الله نقنعوا ونذكروا اللي بالرسمي واش دايم، برو واش دايم حرفيا. With all respect, with all love. إن شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون ولاد. قبل إن شاء الله في آخر وقت ممكن ننسيوا شعراكم، كومنتاريتكم، دنيتكم، أجواءكم، سبسكرايب نتاعكم خاصة. مرحبا بكم على إنستغرام بيكي مطا رياكشن 22 مينوسكول، أول ليان في الديسكريبسيون، نقرة خفيفة تلقى روحك غاديكا في الإنستغرام، تعمل كل فولو. ومرحبا بالناس الكل الولاد، حاجتك بموضوع، حاجتك تحكي حاجة ولا عندك فكرة وإلا باش تسأل على أي موضوع، مرحبا كيف كيف بالناس الكل. السونداج جايكم إن شاء الله الويكاند هذايا في آخر الجمعة، يا سبت يا أحد يعني، يا غدوة يا بعد غدوة. دونك بيتون الولاد، استناونا ما تندموش واصبروا معانا، رانا باش نودوكم بخدمة مزيانة برشا. وعلى فكرة الولاد في قادم العشرة أيام الجاية 15 يوم هكاكا، عندي لكم مفاجأة كبيرة وكبيرة جدا بقدرة ربي، بدينا نخدموا فيه المشروع إن شاء الله، وإن شاء الله باش يجي وباش يعجبكم على الأخر على الأخر على الأخر. مانيش نقول لكم عليه، أما كان حمسكم شوية. نتقابلوا في آخر وقت ممكن. Peace and love وتحية فلسطين.